مرحبا بكم في اقليم ازيلال، مرحبا بكم في دوار تيسلنت، ومرحبا بكم عند ايادي الخير. سعيد عزيز حنا جينا اليوم لهنا المغرب العميق بكل معنى الكلمة. 1790 متر علو عن سطح الأرض، جينا نزور واحد السد ديال الدواور في منطقة تسلت إقليم أزيلال. ظروف قاسية جدا، طقس صعب، طريق واعرة، الحمد لله وصلنا بسلام، قدرنا نفرحوهم، نعيش معهم أجواء استثنائية، نعطيهم داكشي اللي قسم الله، وغيبقى ديما خير في حقهم. وزعنا قفف غذائية، أغطية، أفريشة، أحذية، ألبسة، تموين، حفر بئر كذلك. كنديرو هادشي بقلب كبير وقلوب رحيمة وبكل روح مواطنة، وكنشكروا جميع المحسنين والناس اللي كيتضامنوا معنا والشركات المواطنة اللي لبست النداء في 7 أيام ومكناتنا أننا نديروا واحد القافلة كبيرة في مستوى عالي جدا. اللي بغيت نقول هو أنه العمل الإنساني والتطوع في المغرب ما سهلش، لأنه اللي كيبغي فغيمون يخدم الوطن خصو يطلع للجبال، خصو يمشي للمغرب العميق، خصو يضرب المسافات الطويلة ويبعد على المجال الحضري، يمشي للمجال القروي والجبال ويعرف بالصح المعاناة الناس ويمد يد العون ويدير الدور ديالو في المغرب الخير. وحنا كنبقاو ديما ايادي الخير. راه باش دير قافله كبيره في 7 ايام خاص فريمون يكون عندك واحد الروح كبيره ديال المواطن وحب الوطن، وتكون مرضي الوالدين ويكونوا الناس فريمون كيثقوا فيك. انا سبقت الوفد والقافله تقريبا باكثر من اسبوع، وقفت على الاصلاحات اللي داروا في المؤسسه، عاودنا الصباغه ديالها، درنا شويه الحياه في الجدران اللي كانوا مكرفسين، الوليدات فرحوا، صيبنا لي ديسان، درنا صباغه زوينه وبريبارينا لي كوان اللي نحتاجو، واضافه الى ذلك غياب المرافق الصحيه اللي كتنعدم في هذه المنطقه او في المؤسسه. الوليدات ما كانش عندهم مرفق صحي او لي تواليت فين يمشيو، فخلقنا لهم واحد المكان اللي كيحفظهم من البرد وكيحافظ على كرامتهم، ودخلنا لهم المسخون. غادي تشوفوا كل شيء ان شاء الله. وكنطلب جميع فعاليات المجتمع المدني بخصوص الشباب أن يخرج العالم تطوع، عالم قيم نبيلة. وهذه المنطقة كما كتعرفوا انتم شفتوا في الطريق، شفتوا الطرقان، وشفتوا يعني ما فيهاش لا سبيطار ما فيهاش سميتو، والمنطقة والدراري محتاجين بزاف المساعدات، بزاف بزاف بزاف، حيث المنطقة معزولة. كنتمنوا يعني كنوجهوا النداء للمسؤولين يحاولوا يشوفوا في هذه المنطقة ويعني المشاكل اللي كتعاني هذه الجمعية. راه تمحنا ومسكين، راه جابوا لنا هذا المواد الغذائي وجابوا لنا الاغطيه وجابوا لنا البونجات وجابوا الملابس للدراري والاحذيه بوط ديال الثلج، وراه الناس فرحوا بهذه المعاونه بزاف، وحيت الناس هنا راه تيعانون 100%. راه كاين الناس المساكين اللي ما عندهم والو باش يغطيو الدراري في هذا الوقت ديال الثلج. جينا باش نشوفوا السكان ديال اقليم تيسلنت الجنوب ديال تازيلال أزيلال، جينا باش نشوفوهم ناس مساكن ما عمرهم ما شافون الاطباء، جينا كمتطوعين باش نقدموا لهم الفحوصات الطبيه، وجبنا لهم معنا الادويه باش نساعدوهم ونقدموا لهم يد المساعده ونتبرعوا لهم بالادويه ونشوفوهم. جيت اليوم كمتطوعه في مع جمعيه ولا منظمه ايادي الخير. جينا لمنطقة هاد المنطقة في الأطلس الكبير باش نعاونوا هاد الناس اللي ما عمرهم ما شافوا طبيب، ونعاونوهم في توزيع ديال القفاف والاحتياجات ديالهم. الدور ديالي في هاد القافلة هو أنني نساعد في التطبيب ديال هاد الناس، ونشوفوا لهم شنو خاصهم ونقدموا لهم الأدوية اللي غادي يخصوهم. شاركت في القافلة الثانية في إقليم أزيلال بالضبط في دوار تيسلنت. جينا هنايا تلبية لنداء استغاثة ديال سكان هذا الدوار هذا اللي كيعانيوا من مشاكل كثيرة، من بينها مشاكل الماء، مشاكل ديال الطريق اللي ما عندهمش، مشاكل ديال التطبيب حيت انه ما عندهمش مستشفى. والناس هنايا تيقولوا باللي كيدوزوا بعد خطرات 4 أيام 5 أيام الا كان طايح الثلج ما كيمشيوش يجيبوا الماء، لان هنا الجغرافيا صعيبه بزاف. جينا باش نساعدوهم، جبنا لهم افريشه، جبنا لهم اغطيه، ملابس،
جبنا لهم تموين ديال تقريبا شهر ونص. الحمد لله درنا واحد القافله كانت ناجحه تقريبا 100%. استهدفنا الناس اللي مكرفسين هنايا بالمساعدات ديالنا، عاوناهم بالمواد الغذائيه الضروريه، القطاني، بعض الملابس ديال الشتاء، تتقاشر لي بوط والبونجات علاش غينعسوا. الناس فرحوا بزاف لواحد الدرجه خلاتنا نساو المعاناه ديال الطريق، ديال التكرفيس، ديال لي بريباراسيون اللي داروا. الجمعيه اللي جات عندنا المحسنين الله يجازيهم بخير، جابوا لنا بزاف، فرحانين الناس، فرحوا الدراري الصغار، فرحوا الشبانين، فرحوا العيالات، جابوا المانطات، جابوا المواد الغذائيه، ها السكر، ها الزيت، ها التاي، ما خلاوها الخضره، حتى الديسير جابوه لنا الله يرحم والدينا. كاين اللي ما عمره شاف الشين، حتى جابوه هاد الناس الله يجازيهم بخير، جابوا الشين، جابوا الخضره، جابوا المانطات، جابوا كل شيء، المسائل راه جابوا لي بوط للدراري، فرحونا بزاف. I'm Anissa Davis, the president of Zoilafit. I got invited here with my husband Ashraf Zolati to come and witness the digging of a new well for this village. It's really remote. We got to go off-road just to get here, and it's 30, almost 32 degrees Fahrenheit, which is zero Celsius right now. So this village, this is going to be an amazing opportunity for them. And I got to meet a lot of the villagers today, and firsthand got to stay in the house with one or with a family and just experience life here. I do architecture and the beauty of the village and the original, you know, it's the Moroccan culture. Just it's enhanced when you come out to a place like this. So this has been a real blessing for me, and it's an experience that I'll never forget, and I completely enjoyed it. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.